بحضراتكم. يوم جديد في مصر، نعود لنستقبل حضراتكم في نهايته، لنطرح معا افكاره واخباره واسئلته وحواراته. اسعد الله مساءكم. مشاهدينا، في هذا المساء نتوقف امام ابرز اخباره، ومن بينها استشهاد ضابط وعشرة جنود من قوات الشرطة وإصابة اثنين آخرين في انفجار لغم بالشيخ زويد. ومصرع تسعة من الأهالي في تدافع بمعهد ضباط الصف بالشرقية. وقبل بداية العام الدراسي بأيام قليلة، كاميرا مصر في يوم تصاحب الأهالي في رحلة الشراء. الفجالة، أشهر أحياء القاهرة المختصة، هل أصابها هي الأخرى فيروس الغلاء؟ في هذا المساء لدينا حوار خاص مع السيد خالد فهمي وزير البيئة، وننتظر أسئلة حضراتكم. يمكنكم مشاركتنا في الحوار وطرح أسئلتكم مباشرة على ضيفنا من خلال هاشتاج اسأل وزير البيئة. ننتظر أسئلتكم على تويتر وعلى فيسبوك عبر الهاشتاج، وعلى صفحاتنا التفاعلية على فيسبوك وتويتر. أفكر حضراتكم أيضا بأننا طرحنا من امبارح استطلاع للرأي على عادتنا في التواصل معاكم، وقياس وجهات نظر حضراتكم وتفاعلكم. بنسألكم عن مدى رضاكم عن منظومة الخبز. يمكنكم المشاركة من خلال الرابط اللي هيظهر على الشاشة. من خلال هذا الرابط يمكنكم الإجابة عن رأيكم وتقييم وتقدير منظومة الخبز الجديدة. يمكن الوصول للرابط مباشرة طبعا عن طريق صفحتنا على فيسبوك أو حسابنا على تويتر. مع الأسف حادث مؤسف بدأ به اليوم النهاردة، وهو في الشيخ زويد في سيناء، حيث مسرح حرب ضد الإرهاب ومواجهة مفتوحة مع الجماعات التكفيرية. الأخبار السيئة التي وردت من هناك كانت عن استشهاد ضابط وعشرة جنود من قوات الأمن الخاصة وإصابة اثنين آخرين. المعلومات المتاحة حتى الآن كان عن أن المركبة اللي بتحمل الضباط والجنود داست على لغم أرضي. هل هو لغم أرضي مزروع من قبل كده في منطقة، ولا ده لغم تركوا التكفيريين بشكل محدد في مسار هذه القافلة أو الرتل من السيارات؟ تفاصيل مؤكد أنها هتبقى أكثر انتشارا في خلال الساعات القليلة المقبلة، وهنحاول أن احنا نتعرف على المزيد من ملابسات هذا الأمر. عفوا. حدث آخر مؤسف النهاردة، يبدو أن الشرطة لم يكن هذا اليوم هو أحد أيام حظها. فقدت النهاردة مجموعة من ضباط الصف، أو الحقيقة القوات المسلحة هذه المرة هي التي فقدت مجموعة من أهالي طلاب ضباط الصف الشرقية. تفاصيل الحدث بحسب ما أورده الناطق المتحدث العسكري على صفحته الرسمية، أن ده كان يوم الزيارة للطلبة بعد انتهاء فترة التدريب 45 يوم. واللي حصل أن كان في تدافع شديد جدا من الأهالي لرؤية أولادهم، ومع الأسف هذا التدافع نتج عنه وقوع البعض في الأرض، وأن بعض الناس ساروا عليهم، وبالتالي فقد تسعة من هؤلاء الأهالي أرواحهم. القوات المسلحة عن طريق المتحدث الرسمي باسمها أصدرت نعيا رسميا لهؤلاء الأهالي. ما زلنا مع حضراتكم بنتابع تداعيات القرار الذي أصدرته جامعة القاهرة عن طريق رئيسها دكتور جابر جاد نصار، وهو قرار شطب الأسر التي تمثل جماعة سياسية أو جماعة دينية لوجود للنشاط الحزبي أو الديني السياسي في داخل جامعة القاهرة. قرار صدر، فهل هو قرار يسير في الاتجاه الصحيح ولا لأ؟ كيف استقبله الطلاب والأساتذة؟ كاميرا مصر في يوم كانت النهاردة في جامعة القاهرة وتابعت تداعيات هذا القرار. نشاهد. إلغاء الأسر الطلابية ذات الظهير الحزبي، قرار أصدره رئيس جامعة القاهرة مؤكداً أن الأسر الطلابية من الواجب أن تهتم بالنشاط الثقافي والاجتماعي وكذلك السياسي، لكن المحظور أن تكون ذراعاً للأحزاب والجماعات السياسية أو امتداداً لها داخل الجامعة. هذا القرار ليس مقصوداً به منع النشاط السياسي في الجامعة، ولكن مقصود به
ومنع النشاط الحزبي داخل الجامعة. تحولت الجامعة إلى ساحة للاحتراب السياسي الحزبي وإلى ساحة للاستقطاب لبعض الجماعات المتطرفة، هذا مما لن نسمح به بعد ذلك. كانت الحركات الطلابية تساهم دائما في تشكيل الخريطة السياسية، وكانت عنصرا قويا من عناصر الضغط والتغيير، لكن الكثيرين اعتبروا ما شهدته الجامعات في الشهور الماضية من أعمال عنف هو نتيجة الحرية المطلقة للطلاب، ولا بد من ضوابط للعمل السياسي. أما الطلاب فقد رفضت النسبة الكبرى منهم هذا القرار، واعتبروا التقييد الحزبي تقييداً لحرية التعبير. كتر الأحزاب السياسية لما بتتنافس على حاجة أو حتى الصراع بتاعهم بيبقى يعني بيزود الوعي عند الطلبة بالنسبة للسياسة، بيخلي السياسة بيبقى عارف السياسة ماشية ازاي. شايف ان في ندوات ثقافية وسياسية حدد من الدكاترة يجي مع الطلبة ويتناقش معاهم، تتنظم ندوات دورات، ده يكون احسن للشباب كتير. لازم يكون في انشطه سياسيه، لازم يكون في تشجيع. ما هو السياسه دي مين اللي بيكون السياسه ومين اللي بينزل انتخابات؟ ما هو اغلبهم بيبقى شباب، بس بشرط انه مثلا يكون ما فيش عنف، يكون العمل السياسي في حدود الجامعه، ما ينفعش يخرجوا بره يقطعوا طريق. برضو في تقصير من ناحيه الجامعه ان هي مش بتسمع كلام الطلبه، مش بتسمع اراء الطلبه، مش بتحاول تحل المشاكل بتاعه الطلبه، بس هو ده اللي عمل ضغط على الطلبه ان هم خلوهم يعملوا مظاهرات. ايام قليله وتبدا الدراسه الجامعيه، وتشهد الجامعات تطبيق هذا القرار او عدم تطبيقه. خلع الرداء الحزبي قبل الدخول الى الجامعه امر يراه الكثيرون ضروريا لمنع النزاعات وتجنب الاضطرابات داخل الجامعه، لكن الفيصل النهائي في نجاح وتنفيذ هذا القرار هو مدى تقبل الطلاب له ومدى التزامهم حقا به. ايمان الحويزي، قناه دريم. النهاردة أيضا المركز المصري للحق في الدواء عمل مؤتمر صحفي. المؤتمر كان يناقش موضوع الحقيقة شديد الأهمية، هذا الموضوع هو موضوع غش الدواء، موضوع يجعل أن الدواء الذي تتناوله بغرض أن يكون الشافي من المرض قد يكون هو أحد مسببات المرض. تفاصيل تحتاج ربما إلى رؤية واسعة وإلى نقاش مجتمعي كبير وإلى ضبط من وزارة الصحة ومن المسؤولين عن ذلك. كيف نعيد للمواطن ثقته في الدواء؟ كيف يتأكد المواطن العادي أن الدواء الذي يتناوله ليس فيه سم قاتل كما يقولون؟ كنا في هذا المؤتمر حاولنا أن احنا نعرف المزيد من التفاصيل وننقل الصورة لحضراتكم، نشاهد. أن يصبح الدواء منبع الداء، فهذا أخطر أنواع الغش، ولهذا ومن أجل مكافحة الغش في الدواء عقد اليوم مؤتمر المركز المصري لحماية الحق في الدواء لمناقشة تلك الأزمة وللوقوف على أسبابها الحقيقية. في تقارير دولية صدرت الأشهر اللي فاتت بتحذر وتقول إن مصر دخلت منطقة الخطر في مجال غش الدواء، والنسبة بتاعتها ارتفعت من 7 وصلت لحوالي 10% دلوقتي. ده بيؤدي لنتائج سلبية على الصناعة نفسها، وللأسف وزارة الصحة بتساعد الناس في كده عن طريق إنها بتسجل لهم مستحضرات تجميلية جديدة، وهي متأكدة إن هم هيسجلوا المستحضرات دي ويسوقوها على إنها مستحضرات دوائية لعلاج أمراض أخرى. فدور وزارة الصحة للأسف إنه بيساعد الناس في غش الدواء مش بيحارب غش الدواء. هيتم مناقشة الموضوع ده بحذافيره ونشوف الآراء القانونية وإيه المفروض الأدوات اللي ممكن للمشرع إن هو ياخدها. وبدأت الاستعدادات لعام دراسي جديد، معظم الأسر دلوقتي منهمكة في شراء ملابس المدرسة والتفاصيل الخاصة بالزي المدرسي، ومنهمكة أيضا في شراء الأقلام والكشاكيل والكتب والكراسات وما إلى ذلك من مستلزمات عام دراسي طويل. بعض الأهالي بيفكروا في أن الذهاب إلى أسواق الجملة والمناطق اللي هي أسواق كبيرة لهذه المسألة ممكن تساعدهم على توفير بضع عشرات من الجنيهات، مؤكد إنها ليها حاجة مهمة جدا في هذا الوقت، وبالذات الأسر اللي لديها أكثر من طفل أو طفلين في المدارس. كاميرا مصر في يوم صحابة الأهالي في رحلة الشراء تعرفت على الأسعار وتقدمها لحضراتكم، نشاهد. يا أهلا بالمدارس، شعار يرفعه أولياء الأمور رغما عنهم قبل بدء العام الدراسي الجديد بشهر تقريبا،
يقومون خلاله بشراء كافة احتياجات أبنائهم من المستلزمات الدراسية حتى لو أرهقتهم ماديا كما هو الحال هذه الأيام. الكشكول اللي كنا بنجيبه بجنيه مكتوب عليه 2 جنيه ونص و 3 جنيه، الكتاب اللي هي الكتب الخارجية نفس الكلام، يعني الأسعار اختلفت اختلاف كلي وجزء عن السنة اللي فاتت واللي قبلها. الأسعار بتاعتها ارتفعت عن السنة اللي فاتت حوالي نسبة 15%. الحاجات برضو ومعظم الكتب مش لاقين. هي الأدوات ارتفعت بس النسبة بسيطة، يعني ما ارتفعتش قوي، يعني ماشية معقولة. في سلع كتيرة زادت بس أنا شايفة الحاجات الأدوات المدرسية بالذات سعرها معقول. ارتفاع أسعار الأدوات الكتابية والمدرسية يرجع إلى ارتفاع سعر الدولار واليورو عالميا وارتفاع أسعار السولار والبنزين محليا، وهذا ما يجعل مصر تعتمد في تلبية هذا القطاع على الاستيراد بنسبة لا تقل عن 85%. السنة دي والله رفعت سنة بسيطة، بس احنا بنقارنها بسعر السنة اللي فاتت وأقل من السنة اللي فاتت، عشان بالنسبة للسوق السنة دي مش مساعد زي السنة اللي فاتت، يعني السوق مريح. حسب الدولار، لأن الدولار بيزيد البضاعة بتزيد، يعني المنسوب بتاع الدولار زاد يبقى لازم البضاعة تزيد. تلقائي الدولار غالي، نقل غالي، عمالة عايزة تزيد، فكل ده بيتزود على البضاعة. الأدوات المدرسية والكتابية لا غنى عنها كونها سلعة ضرورية لاكتمال العملية التعليمية للطلاب، لكن زيادة أسعارها يجبر أولياء الأمور على الاقتصاد فيها هذا العام. الحقيقة إن الشارع المصري انهمك في مناقشة فتوى بدت غريبة في الأيام القليلة الماضية. هذه الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء كانت بتتعلق بتحريم الشاد بين قوسين بين الولاد وبين البنات. الحقيقة إن هذا الجدل سواء كان جدل فقهي أو جدل اجتماعي أو حتى جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إحنا النهاردة رصدناه من آخر نقطة فيه من التوضيح اللي أصدرته دار الإفتاء واللي حاولت من خلاله أن تضع النقاط في نصابها، وقالت أن الأصل في الأشياء هو الإباحة وأن هذه الفتوى كانت متعلقة ببعض الحالات الخاصة. على كل الأحوال إحنا رصدنا ولخصنا لحضراتكم الجدل الذي ثار حول الموضوع وما انتهى إليه في التقرير التالي. نشاهد. دار الإفتاء تصدر فتوى بتحريم المحادثة الإلكترونية بين الجنسين لأنها تمثل باباً للشر والفساد ومدخلاً من مداخل الشيطان. خبر تصدر منشطات المواقع الإخبارية وأثار جدلاً واسعاً بين المواطنين، إلا أن للإفتاء بياناً توضيحياً على ذلك. الشات في حد ذاته دي المشكلة، كأي وسيلة زي التليفون زي التلفزيون. لا نقول التلفزيون حرام ولا التليفون حرام ولا الكمبيوتر والنت حرام، نحن نحذر من أن ينساق الإنسان إلى أن الكلام يأخذه يتكلم فيما هو محظور مثلا. ودي ممكن لا تمثل طائفة كبيرة، وهذه الطائفة غير الكبيرة بنقول لها حسبي على نفسك، لأن إحنا عاوزين دائما العلاقة تكون سوية. أثارت فتوى الشات سخرية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث تناولوا الفتوى بالتعليقات الساخرة، وانتشر العديد من الكوميكس على موقع فيسبوك، وكان أيضا للشباب وجهة نظرهم في هذه الفتوى. في قواعد، يعني مثلا زي مكالمة التليفون ما ينفعش يتأخر بالليل مثلا يتكلم شات، يعني انا عندي بالنسبه لي بعد الساعه 12 خلاص بقى. انا متهيألي ان هما مثلا لو بيبعتوا صور لبعض او الحاجات دي او ممكن تبقى حرام. انا شايفه ان الموضوع عادي لان البنت دلوقتي بتنزل بتشتغل بتحتك بالشباب في كل مكان. المفروض لا، الولد يبقى ليه اصحاب ولاد والبنت ليها اصحاب بنات، لكن الولد والبنت مع بعض لا. طالما هما اوكي، يعني اتنين زمايل او اتنين صحاب او اي حاجه ايا كان، سواء كانوا مع بعض في المدرسه او في الجامعه او اي حاجه، يبقى ايه اللي حرمها؟ لا طبعا مش حرام. مش كل واحد يقول فتوى يبقى تتصدق، يعني لازم يعني يبقى في حاجه منطقيه. يعني يرى الكثير ان الاسلام يدعو الى التحضر في كل زمان ومكان ما دام الانسان يستخدم ذلك لمصلحته وليس ضده، والمحادثه الالكترونيه هدفها ان يكون العالم قريه صغيره يسهل التنقل فيها، ولكن اذا استخدم فيما اخترع من اجله. Wow.
مشاهدينا، محاولات أخرى من الأزهر الشريف، محاولة إعادة نصاب الأمور إلى نصابها بالذات في ظل بعض الأفكار التكفيرية. يمكن كان بعض الأخبار اللي تم تداولها إن كان في دعاء في بعض المحافظات ومسؤولين في مساجد بيعتنقوا أفكار تكفيرية وأفكار تنتمي إلى تنظيم داعش. يمكن ده السبب اللي بيخلي قافلة دعوية مشتركة من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بتنطلق برعاية فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. خلاهم يبدأوا هذه القوافل تحديدا من الصعيد وتحديدا من محافظة قنا. أول هذه القوافل هتخرج بعد بكرة يوم الخميس لنشر وسطية الإسلام ومحاربة التعصب والتشدد ومواجهة التطرف بكل صوره وأشكاله. هل تكفي مجرد قافلة مؤقتة للتفاعل مع ذلك؟ خطوة مهمة، لكن الاستمرار المنهج أعتقد أنها مسألة تحتاج للتقييم ربما بعد قياس مدى تأثير هذه القوافل ودرجة تأثيرها وأماكن تأثيرها والشرايح التي تؤثر فيها. على كل الأحوال مستمرون مع حضراتكم في أخبارنا وفي لقاءاتنا. بفكر حضراتكم النهاردة معنا لقاء مع وزير البيئة. بفكر حضراتكم أن أنتم مدعوين لطرح أسئلتكم مباشرة على ضيفنا من خلال هاشتاج اسأل وزير البيئة على حسابنا على فيسبوك وعلى تويتر. ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم من جديد. تفاصيل أوسع عن مدار اليوم في شمال سيناء عن الحادث اللي أودى بحياة 10، وأعتقد أن الرقم مرشح لزيادة أو بالفعل زاد، هنعرفها مع زميلنا الأستاذ يسري البدري رئيس قسم القضائي رئيس قسم الحوادث بالمصري اليوم واللي بيشرفنا في الاستوديو. أهلا وسهلا بك. أهلا بك يا سلمى. أهلا بحضرتك. أولا عايزين نعرف تفاصيل الأخبار اللي جت، كانت متضاربة، كلام عن لغم أرضي وفي أخبار أخرى عن تفجير عبوة ناسفة، تفجير عن بعد. والله خلينا نتفق اولا خالص تعازينا لاسر الشهداء النهارده اللي سقطوا على ارض الفيروز. الضابط احمد السيد حجازي الملازم اول بقطاع الامن المركزي شمال سيناء وعشرة من زملائه ما بين عريف ومجند من محافظات مختلفة، من محافظات كفر الشيخ والمنوفية والأليوبية. بس الأول هو تم إبلاغ زويهم قبل بالفعل فندم، والجسامين بالفعل تم نقلها الآن، يعني خلال أقل من ساعة ستصل إلى المحافظات، وهناك توجيه بأن مروحيات تنقل الجسامين، توجيه من القيادة العامة للقوات المسلحة وتوجيه كل الرعاية لأسر الشهداء وأسر المصابين في هذا الحادث. عدد الضحايا في هذا الحادث 11 ضابط و10 مجندين، في 2 مصابين منهم ملازم أول ومجند، حالتهم مستقرة، هم كانوا موجودين في مستشفى رفح، تم نقلهم لمستشفى العريش، بعضهم يعاني من كسور والبعض الآخر الحالة بتاعتهم هم الاثنين مستقرة بالفعل، وتم نقلهم إلى مستشفيات بالقاهرة للعلاج. الحادث وفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية أن سبب التفجير هو لغم أرضي، وبيان الصادر عن وزارة الداخلية بيان مقتضب. يعني لغم أرضي؟ لغم أرضي تم لغم المزروع في منطقة حرب قبل كده؟ لا، تم زرع هذا اللغم وفقا وزارة الداخلية لم تفصح عن ما هو هوية هذا اللغم، ولكن المصادر داخل شمال سيناء قالت أنها عبوة ناسفة شديدة الانفجار تم زرعها في وسط الطريق، وهو الطريق الدولي الشيخ زويد رفح، وتم تفجيرها عن بعد. أيضا المعاينة التي تم إجراءها عن طريق رجال المعمل الجنائي ورجال المفرقعات أثبتت وجود عدد كبير من العبوات كانت مزروعة على جانب الطريق. إذا يعني تم رصد أن ده الطريق اللي بتسير فيه الأرتال المسلحة وتم بالفعل زرع العبوات، وتم زرعها بطريقة منظمة، أن هو العبوة الرئيسية تم زرعها في وسط الطريق وعبوات أخرى على جانبي الطريق، على أساس أنه الرتل الأمني لما يروح شمال هيلاقي عبوات، لما يروح يمين هيلاقي عبوات، وده اللي بيفسر العدد الكبير في الضحايا. هو اللغم انفجر في مدرعة كاملة، جميع المجندين اللي كانوا موجودين داخل هذه المدرعة استشهدوا تماما، كان أحد السائقين برضو لقى مصرعه في هذا الحادث سائق المدرعة. عدد الضحايا أيضا المعاينة والمناظرة لجثث الجسامين الضحايا أثبتت وجود تفحم في بعض الجثث، وجود إصابات بالغة في أجساد الضحايا. خلص العزاء لأسر هؤلاء الضحايا. تفسير ده من مصادر داخل وزارة الداخلية من قطاع الأمن المركزي أن هذه العملية جاءت رد، ورد سريع جدا على عملية تصفية أبو شيتا. فايز أبو شيتا أحد القيادات الإرهابية المطلوبة في شمال سيناء،
هو المتورط الرئيسي في واقعة اختطاف الجنود السابع في عهد الرئيس المعزول، هو شقيق حمادة أبو شيتة المحكوم عليه داخل سجن العقرب، والذي طالب الخاطفين بإطلاق سراحه في واقعة الجنود. أيضا هو أحد الضالعين في واقعة مذبحة رفح الثانية، وبالمناسبة المكان الذي شهد هذا التفجير هو نفس المكان الذي شهد واقعة مذبحة رفح الثانية التي قتل فيها 26 مجند من مجندي الأمن المركزي. إذن هناك رصد لهذا المكان، يعلمون جيدا أن هذه القوات تسير على هذا المكان، لأن هذا المكان هو الطريق الدولي الوحيد الرابط بين رفح والشيخ زويد. هم يعلمون أن هذا الرتب الأمني موجود وفي طريقه لعمليات تأمين استهدفوه بهذه العبوة الناسفة. إذا كان هناك لغط حتى هذه اللحظة، هل هو لغم ولا عبوة ناسفة؟ نحن أمام إرهاب أسود يلاحق رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة. أيضا هذا الحادث هو رد على تصفية 5 من عناصر بيت المقدس قبل يومين في شمال سيناء، رد على العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة على مدار أكثر من 6 شهور حتى هذه اللحظة، استهدفت تدمير كافة الأنفاق البالغ عددها 1832 نفق. القوات المسلحة الباسلة نجحت في تدمير 1532 نفق حتى هذه اللحظة، نتكلم في نسبة تقترب من 90%، أكثر من 90%. البؤر الإرهابية التي تم ضربها في قطعة في الجورة في المهدية بؤر إرهابية كاملة تم تصفيتها تصفية جسدية من هؤلاء الإرهابيين، والقوات المسلحة بالتنسيق مع الشرطة المدنية أخذت على نفسها عهد أنها لن تعود من أرض الفيروز إلا بعد أن تتم تطهيرها من هذه العناصر الإرهابية. يجب وضعه أيضا في سياق تاني، وهو سياق الترهيب اللي بيتعرض ليه أهالينا في سيناء عن طريق ما أطلق عليه قطع الرؤوس والصور المقززة اللي بيتم نشرها على مواقع هذه الجماعات التكفيرية الخاصة بإرهاب أهالي سيناء وتصفية من يصفهم بأنهم متعاونين مع الأمن. لأي مدى هذه العمليات كان لها ردود فعل داخل الشارع السيناوي في حدود معلوماتك؟ لا، لها ردود كبيرة جدا على الشارع السيناوي. أهالي سيناء عامة أهالي شرفاء للغاية، هم يتعاونون مع أجهزة الدولة في التنمية في الاستقرار، لكن هذه الجماعات التكفيرية كانت تريد إرسال رسالة. الرسالة الأولى لأهالي سيناء أنهم قادرون على الترويع، قادرون على العنف، قادرون على ممارسة هذه السلوك المشيم. إذا كنا نتحدث عن 8 أشخاص تم قطع رؤوسهم حتى هذه اللحظة، والتحريات تشير وهم اعترفوا أيضا إلى أنصار بيت المقدس، وأيضا التحريات اليوم تشير إلى ضلوع جماعة بيت المقدس في هذا الحادث، خاصة أن العمليات المستمرة للقوات المسلحة في تصفية قيادات هذه الجماعة من الأمس بدأ يتردد عقب مقتل أبو شيتة أن شادي المنيعي أحد القيادات في أنصار بيت المقدس ما زال على قيد الحياة وأنه لم يقتل، في حين أن التقارير الأمنية أشارت حدث عن مقتله قبل شهر، مقتله وتصفيته في شمال سيناء. إذن هذا التنظيم كلما يلقى ضربات من الأجهزة الأمنية يرد بمنتهى القوة. واليوم تحدثت مع اللواء مدحت المنشاوي مدير العمليات الخاصة في وزارة الداخلية، هو شخص متأثر للغاية لفقد 10 من أبنائه في قطاع الأمن المركزي، وأحد أبنائه الضابط أحمد سيد حجازي ابن كفر الشيخ قال أن الحالة المعنوية رجال الشرطة ورجال الجيش مرتفعة للغاية، وأنهم مصرون على دحر الإرهاب والقصاص لزملائهم وأبنائهم الذين سقطوا غدرا على أرض الفيروز. اليوم هم يريدون التأثير على الحالة المعنوية لرجال الشرطة ورجال الجيش في سيناء، ولكن الحالة المعنوية من ضباط أنفسهم موجودين في شمال سيناء ومن محافظ شمال سيناء ومن السكرتير العام حالة معنوية للغاية مرتفعة. هم مستاؤون لما حدث من هذه الجماعات التكفيرية، ولكنهم مصرون على دحر الإرهاب في سيناء. من الموضوع ده خلينا ننتقل برضو لحدث مؤسف تاني راح ضحيته 9 النهاردة، هو حدث التدافع في معهد ضباط الصف في الشرقية. الحقيقة ملابسات الحدث بتبدو غريبة، يعني إيه الأهالي يتدافعوا بهذه الطريقة بدون نظام مما يتسبب عن سقوط ضحايا بهذه الطريقة؟ أولا برضو خالص تعازينا لأسر أهالينا في الإسماعيلية، هم معظمهم من أبو حماد شرقية، اللي سقطوا النهاردة قدام معهد ضباط الصف بالتل الكبير. المكان في على منطقة حدودية ما بين الشرقية والإسماعيلية، المفروض وفقا للضابط العسكري المؤسسة العسكرية مؤسسة صارمة للغاية أن من يحق له الزيارة شخصي،
العدد النهارده اللي كان موجود اكثر من 8000 كانوا موجودين امام معهد صف، وعندما فتحت الابواب دخلوا بشكل تدافع غريب للغايه ادى الى سقوط بعض. ازاي دخلوا بشكل تدافع وفي تعليمات وفي دخول وفي تفتيش والله وفي ده المفروض ان هو يعني حتى هذه اللحظه هناك تحقيقات تجريها القوات المسلحه في هذه الواقعه، والمتحدث العسكري نعى في بيان رسمي على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الحادث، وقال ان الضحايا هم 9 أشخاص والمصابين هم 5 أشخاص. الأول كان العدد نتكلم على 2، بعد كده العدد بيوصل ل5، بعد كده وصل ل8. اتقال إنه الكلام جوه المعهد، الكلام خارج المعهد كانوا هم عايزين يدخلوا من البوابات الخلفية مش البوابات الأمامية كمان لرؤية أولادهم. حصل التدافع لكن ده قدرهم، لكن القوات المسلحة بتجري تحقيق في هذه الواقعة، خاصة أنها لديها تعليمات صارمة أن كل طالب في المعهد أو كل ضابط في هذا المعهد يحق له زيارة من شخصين فقط. أنا بشكرك على كل هذه المعلومات زميلنا الأستاذ يسري البدري. بتابع مع حضراتكم كمان موضوع تاني أثرناه بالأمس، وهو موضوع الطلبة المكتفين الذين حرموا بحسب كلامهم من دخول الجامعة، وإحنا تابعنا امبارح مع دكتور فرحات مسؤول عن مكتب التنسيق، وهو الحقيقة بيتابع معنا هذا الأمر، ويمكن في خلال هذه الدقائق القادمة ننقل لحضراتكم ولأبنائنا من طلبة الثانوية العامة أخبار جيدة. شكرا لك، شكرا لحضرتك استاذة منى، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا نعود لحضراتكم بعد قليل، وهيكون معنا إن شاء الله الأستاذ سيد خالد فهمي وزير البيئة. انتظرونا، بفكر حضراتكم بأنكم مدعوين لطرح أسئلتكم على ضيفنا عبر هاشتاج اسأل وزير البيئة. أهلا بحضراتكم من جديد، وقبل ما رحب بضيفي وقبل ما نفتح الملفات التي سنفتحها في هذا اللقاء مع سيد خالد فهمي وزير البيئة، اسمحوا لي أن ألتقط هذا الاتصال الهاتفي الذي ربما يحمل بشرة لطلابنا الذين استضفناهم بالأمس، طلبة مكفوفين كانوا بيعاتبوا الدولة التي رأوا أنها ستحرمهم من فرصة استكمال تعليمهم الجامعي. معايا دكتور أحمد فرحات المسؤول عن مكتب التنسيق وزارة التعليم العالي. أهلا يا دكتور. اهلا بحضرتك. حضرتك تابعت معانا القضيه امبارح، وحضرتك وعدت انك ستتابع الموضوع بنفسك وستتابع الملف بنفسك، موضوع حرمان هؤلاء الطلبه من دخول بعض الكليات، وان الكليات قرار اصبح تقديري متروك ليها ولسلطتها رغم وجود قرار وزاري في هذا الامر. هو انا زي ما قلت لحضرتك في قرار ملزم لكل الجامعات، ده الكلام ده امبارح، وده صادر من المجلس الأعلى للجامعات ومعتمد من معالي الوزير بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات. وفعلا أنا بعد ما قفلت التليفون مع حضرتك بالضبط في خلال 5 دقائق كلمت الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، لأن على حسب ما أنا فهمت حسب كلام فارس المشكلة في جامعة عين شمس، مشكلة في آداب عين شمس. وفعلا الراجل حتى كان في اسكندرية ورد عليا وقال لي أنا ما عدليش أي حد، لكن يقول يوم الأربع الساعة 1. وأنا الحقيقة حاولت أرجع أرد المكالمة وهم مع حضرتك، لكن ما قدرتش أتواصل مع القناة، وأنا ما معيش تليفونات الأولاد، فأنا حبيت النهاردة يا ريت حضراتكم تبلغوهم يروحوا بكرة الساعة 1. طيب أنا أتمنى إن فارس يكون بيتفرج علينا، ولو مش بيتفرج علينا الزملاء أرجو إن هم يكلموه هو وهادي ويبلغوهم إن حضرتك شخصيا حرصت إنك تأخذ لهم معاد مع رئيس جامعة عين شمس، مع عميد كلية أداب جامعة عين شمس، في رئيس الجامعة فندم ولا؟ رئيس الجامعة شخصيا الدكتور حسين عيسى. بكرة الساعة 1، الأربع الساعة 1 إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم، وبشكرك على المتابعة، وزي ما وعدنا حضرتك وزي ما حضرتك وعدتنا بنتابع القضية مع كل زملائهم اللي بيعانوا من نفس المشاكل، وهيساعدنا ان احنا نوصل مشكلتهم لحضرتك، وهيساعدنا كمان ان احنا نتلقى الأخبار الطيبة ونطمئن على مستقبلهم. شكرا جزيلا دكتور أحمد فرحات المشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، وإن شاء الله مبروك لفارس والهادي ولكل زملائهم المتفوقين من أبنائنا. برحب بضيفي على الهواء مباشرة، برحب بالسيد خالد فهمي وزير البيئة. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتور السيد خالد فهمي عندما تولى هذه الحقيبة تصور الكثيرون أنه رجل جاء في مهمة
واضحه ومحدده. هذه المهمه في ذهن الكثيرين، سواء هذا الامر كان حقيقي ولا لا، وحضرتك هتعلق على ذلك، ارتبطت في ذهن الكثيرين بنفس السبب اللي ربطوا به عدم تولي الدكتوره ليلى اسكندر نفس هذه الحقيبه اللي كانت موجوده فيها في الحكومه السابقه، وهي موضوع الفحم. حضرتك قلت في احد حواراتك انك تفخر بانك وزير الفحم كما يطلق عليك البعض، هل تفخر بالفعل بهذا الامر؟ وهل انت بالفعل وزير الفحم؟ هل هذا هو السبب الاساسي لتوليك هذه الحقيبه لكي تمرر قرار كان لي مقاومه من وزيره البيئه السابقه؟ خليني بدايه طبعا اشكر حضرتك على الفرصه للظهور في البرنامج، وحي الساده المشاهدين وخالص التعازي للشعب المصري على هذا الحادث الإرهابي الذي لن يزيدنا بحكم أننا فرد من الحكومة إلا إصرارا على خدمة الشعب المصري وعلى أننا اخترنا الطريق الصحيح. فإذا كان دي حاجة أنا أرى أن احنا نبدأ بيها، لأن هذا حدث يعني ألمنا جميعا اليوم صحيح، ومن يعني نقدرش نتكلم على أي حاجة قبل ما أن احنا نقول موقفنا. الحاجة الثانية خلينا نخش على وزير الفحم. أنا مستعد أبقى وزير الفحم، مستعد أبقى وزير المازوت، مستعد أبقى وزير الزفت كويس، أدام ده في مصلحة التنمية الاقتصادية والدفع معدلات التنمية الاقتصادية التي يحتاجها الشعب المصري بشدة. وماذا عن البيئة كويس. اللي حضرتك وزيرها؟ أنا البيئة بالعكس، اللي يفهم بيئة بشكل محدود هو اللي يفهم الجزء الحمائي فيها، ولكن اللي يفهم البيئة بالمعنى الصحيح للممارسة الطبيعية هي الوجه الآخر للاقتصاد. إذا كان هناك اقتصاد قوي حيقدر أن يحمي البيئة، إذا لم يكن هناك اقتصاد قوي لن تستطيع الحفاظ على البيئة، ولن نستطيع أن نتكلم عن التنمية المستدامة، لأن الفقر يؤثر على البيئة زي ما التصنيع بيأثر على البيئة. وبالتالي إذا لم نفهم العلاقة ما بين البيئة والاقتصاد ونحطهم ان هم في مواجهه مع بعض، هذا فهم خطا ومغلوط، وكان مقبول زمان، كان مقبول في بدايه السبعينيات الكلام ده، لكن غير مقبول ان بعد 30 سنه واكثر من 30 سنه من خبره عمليه ان احنا نتكلم بالشكل ده. طيب يا فندم، فده بالعكس، ده انا عشان وزير بيئه بقول كده. جميل، يعني كون ان حضرتك بتضع هذا الامر في سياق عام ليه علاقه بالتنميه الاقتصاديه فهذا شيء جيد، لكن اعتقد ان جزء كبير من اللي بيعول عليه الناس فيما يتعلق بحضرتك هو ان تحميهم من اثار اي تنميه اقتصاديه قد تكون اثار غير مرغوبه، سواء على صحتهم او على بيئتهم او على حياتهم، وان تحميهم من ان يتحول البيئه اللي بيعيشوا فيها للمكان اللي بيتم فيه تصنيع الصناعات الغير مرغوب فيها في اماكن اخرى من العالم بتحرص على صحه ورفاهيه مواطنيها. لا، انا هحميهم وهحاول ان انا اخليهم يعيشوا في نفس البيئه اللي الدول الاوروبيه عايشه فيها، وهي بتستخدم الفحم في الاسمنت والطاقه الكهربائيه. فلننظر الى العالم وننظر ازاي هم بيستخدموا الفحم وازاي بيتمتعوا بالطاقه وفي نفس الوقت عندهم بيئه نظيفه وصحيه. هل يتوقع كويس؟ والا اتفضل، بلاش فحم، بلاش مازوت، بلاش بترول، وبلاش تنميه اقتصاديه، لان احنا خايفين من الاثار. سؤال، عندك تكنولوجي، عندك قدره، جميل، تستطيعي، عايز تفضلي في التخلف اللي انت فيه وعايز ما تنميش قدرتك، هذا خيارك، ولكن احنا اخترنا طريق معين واخترنا طريق يحتم علينا ان ننمو اقتصاديا. لن نستطيع تدبير فرص عمل للشباب، ولن نستطيع ان نحقق معدلات تنمية اكتر من معدلات نمو السكان، وبالتالي نحقق تغيير حقيقي ملموس في مستوى معيشة المواطن المصري. لن نستطيع أن نتكلم على عدالة اجتماعية بدون ما يكون عندنا تصنيع. جميل. والتصنيع يتطلب الطاقة، والطاقة تتطلب النظر إلى كل بدائل الطاقة الموجودة والوصول إلى المزيج الصحيح للطاقة، وهذا هو لب وده اللي اختزلت فيه النقاش إلى جزء صغير بدون ما نبص للكل.
طب خلينا نبص لجزء تاني، حتى لو حضرتك شفته صغير، حضرتك بتقول انك تريد تنميه، تريد النظر الى البدائل، تريد ان تجعل المواطن المصري يعيش زي نظيره في الدول الاوروبيه اللي بيستخدم تكنولوجيا في ظل حمايه للبيئه. لماذا يتوقع المواطن المصري العادي ان الحكومه المصريه بما فيها وزاره البيئه التي لم تستطع حتى هذه اللحظه السيطره على القاء مخلفات المصانع العاديه في مياه نهر النيل، تلويث مياه الشرب، او على السيارات التي تسير منتهيه الصلاحيه وتطلق العنان لدخانها عادمها في سماء القاهره او حتى على اشرس، لماذا تتوقع من المواطن المصري ان هذه الحكومه نفسها هتقدر تنقل تصنيع الفحم او استخدام الفحم باعلى معدلات الامان اللي موجوده في الدول اللي حضرتك بتشير اليها؟ اول حاجه حضرتك، هل احنا، بصي بقى للناحيه الثانيه، هل انت حققتي معدلات النمو الاقتصادي اللي حضرتك كنت عايزاه؟ هل بنيتي قاعده تكنولوجيه في هذه البلد بعد 30 سنه من محاولات التنميه؟ هل لديك القدره على انتاج التكنولوجي؟ هل لديك القدره على تطويع التكنولوجي؟ إذا عملتي الكلام ده هتتخلصي من المشاكل التانية دي، لأن مفيش بلد في العالم ضعيفة اقتصاديا وعندها بيئة سليمة. يعني حضرتك بترى أن البداية تكون بتحسين الاقتصاد وبعد كده نبقى نفكر في مشاكل البيئة؟ لا، أنا بقولش كده حضرتك، أنا بقول أنك تدفعي بعملية الاقتصاد وتاخدي الاحتياطات والتدابير البيئية وتستخدمي التكنولوجيا الملائمة ليك، ولكن أن ترفضي بداية وبدون تفكير وبمغالطة في المعلومات كويس، في حاجات المواطن العادي مش مفهوم، مش مفروض منه انه يفهم خصائص صناعة الأسمنت وخصائص استخدام الفحم كويس. ولما يجيلك الخبراء الأجانب اللي انت استخدمتيهم ويقولولك ان أيوة ضروري تستخدم الفحم في صناعة الأسمنت، وأيوة من الهدر، ولا أريد أقول من الجهل، أن تستخدمي الغاز في صناعة الأسمنت، هذا هدر للموارد. هذا هو الخبراء الألمان اللي جم لنصح الحكومة المصرية في هذا الصدد ويقولوا لك أيوة ضروري تستخدم الفحم، وأيوة هيبقى في مزيج من الفحم ومن الوقود البديل اللي هي جميع أنواع المخلفات وخاصة المخلفات الصناعية بنسب يستهدفون انها توصل ل 40% وقود بديل و 60% فحم، ويقولوا لك ادي المعايير، ادي الضوابط اللي يجب تستخدمها. المشكله ليست في حرق الفحم في صناعه الاسمنت، ولكن المشكله والتدابير اللي يجب تاخذها هي في نقل الفحم وتداوله. هتوقف عند التدابير، حضرتك اشرت اشاره مهمه ان المواطن العادي ليس مطلع على ده، مش مفترض ان هو يعرف هذه المساله، وان في خبراء بيقولوا، لكن على الجانب الاخر في خبراء اخرين بيتكلموا عن مخاطر كبيره تجعل المواطن بيخف. وبعض هؤلاء الخبراء منهم السيده التي كانت تجلس على نفس المقعد اللي حضرتك بتجلس عليه دلوقتي، وهي الدكتوره ليلى اسكندر، هي الاخرى كانت وزيره البيئه وخاضت هذه المعركه، والبعض شايف انها فقدت مقعد وزاره البيئه بسبب تشبثها بهذا الامر. انا ما اعرفش، هي يعني انا ما اعتقدش، ما اعرفش، ما اقدرش اعرف دي القرارات دي فليسال فيها السيد رئيس الوزراء. ولكن في عهد الوزارة السابقة مجلس الوزراء وفي إبريل خد قرار جماعي باستخدام الفحم بضوابط والمعايير الأوروبية وبفرض ضريبة على استخدام الفحم وبتغيير الضوابط والتشريعات المصرية لتجديد العقوبة وتغليظها، وقام جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة قبل ما أنا أمسك بإختار 12 مصنع بتنفيذ هذا القرار. وبالتالي القرار السياسي كان اتخذ قبل ما ناجي. هل سئلت حضرتك قبل ما تتولى هذه الحقيبة عن موقفك من هذا الأمر؟ إطلاقا. الحاجة الوحيدة اللي سئلت فيها، خليني علني هو بقول لحضرتك، هي إيه رأيك في فصل المخلفات وإدارة المخلفات عن وزارة البيئة؟ وقلت أي نعم، لأنني أرى أن وزارة البيئة مش معنية بإدارة عمليات المخلفات، ولكن معنية بالأطر، وبالتالي ضروري يكون في كيان مؤسسي جديد. أنا كنت من هذا الرأي من سنين،
تاني حاجة حضرتك لا تنسي ان انا كنت وزير في الحكومة اللي قبل كده، حكومة الدكتور هشام أنزيل، وعرض علينا هذا الملف في ابريل من عام 2013 ودرسناه، وكانت في مجموعة من خبراء الوزارة تقريبا نفس المجموعة اللي شغالة مع الدكتورة ليلى واللي اشتغالة معايا دلوقتي، وبحثنا الأمر ونسقنا مع كل الوزارات المعنية وعملنا كل المعينات الميدانية من نقل إلى صحة إلى بترول إلى كهرباء كله، ووصلنا إلى نتيجة هي أنها ممكن استخدام الفحم بضوابط بيئية، وعرض علي هذا التقرير بما هي الضوابط البيئية. كان في هذا الفترة أنا استقلت من الوزارة عشان بعد يوم 1 يوليو، فأنا أشرت على هذا الملف للعرض على السيد أو السيدة الوزيرة أو الوزير الحالي، ومرضتش أخد القرار، مش عشان حاجة، عشان ما ألزمش حكومة بقرارات حكومة قبلها كويس. فكان العملية دي كانت تستقر عليها كويس. أما إذا كان هناك خبراء خلاف، أيوة يا فندم حضرتك افتحي الوكالات يعني التغطية الصحفية والإعلامية اللي موجودة في وكالات الأنباء الألمانية خلال الشهرين اللي فاتوا، وشوفي الجدل اللي بيتم في ألمانيا أعرق الدول اللي بتتكلم في الحكاية دي على استخدام الفحم البني. الفحم البني أردأ أنواع الفحم من حيث الطاقة الحرارية ومن حيث الملوثات، واللي كان موجود في المناجم القديمة بتاعت ألمانيا الشرقية استخدامه في إنتاج الطاقة، لأن عندهم مشاكل في الطاقة ناتجة أساساً إن من المعايير الأوروبية الجديدة هتخليهم يدخلوا الفحم وتكنولوجيا جديدة، ونظراً لتأخرهم عن الأمريكان في تكنولوجيا الغاز الصخري بقدر 10 سنين، فعشان ينافسوا بيستخدموا الفحم البني. بس المشكلة إيه؟ هو عنده تكنولوجيا هو طورها يقدر يتحكم في العملية. إحنا ما عندناش هذه التكنولوجيا، ولا هيكون عندنا فن، لأن إحنا ما عندناش كارتكنولوجيا. وفرق آخر مهم، وهي أن الحكومة واضح إن حضرتك مع الجزء اللي بيقول ضد الفحم. أنا بس أنا لازم أمثل التيار الآخر، أنا بمثل التيار الآخر اللي مش موجود وبنقل لحضرتك وجهة النظر الغائبة. أنا وجهة نظري مسألة تخصني، لكن أنا بقول لحضرتك كويس إن أيوة عندنا التكنولوجيا بنستوردها، تكنولوجيا موجودة، الاستثمار فيها موجود، التدريب عليها تم خلاص كويس، الاتفاق عليها تم خلاص، والتكنولوجيا بتاعت المواني والهاندلينج بنخلي صناعة الأسمنت وقت بتدفع لأن هم يدفعوا التكلفة دي. وهذا هو المقلق في الأمر يا فندم. لماذا؟ الحكومة هي التي تأخذ القرار، هي وحضرتك عضو في هذه الحكومة التي تقرر أن الأمر ما فيش فيه مشاكل. في وجهات نظر تانية يعني ليست لديها الكفاءة، لأن ما فيش مجلس تشريعي يراقب الحكومة، لأن ما فيش جماعات ضغط قادرة على تغيير وجهة نظر الحكومة، فبدأ الأمر أن الحكومة اتخذت القرار واللي حصل حصل. في أضرار ما فيش أضرار هنبقى نقنعكم بعدين، فبدأ الأمر أن هو ماشى بالعكس. ده رأي حضرتك، أنا بقول لحضرتك أن الحوار اللي فيه رأيه فيه وجهة نظر. ده رأي حضرتك. لا يا فندم، أنا رأيي يحتفظ بيه لنفسي. يعني أنا يعني ده رأي اللي سيادتك بتقوليه. اتفضل كويس، لأن حضرتك أدام تعبري عنه. ده رأي اللي قالوا لك أو اللي يعني معرفش رأي الغائب يا فندم. الرأي الغائب اللي حضرتك عارفاه كويس، واللي احنا كلنا عارفينه كويس. وحضرتك موجود عشان ترد حضرتك. مفيش ولا واحد من الآراء دي قادر على أن يقول ما هو البديل غير قفل صناعة الأسمنت. إذا كنا عايزين نقفل صناعة الأسمنت فلنرى من له صالح في قفل صناعة الأسمنت في مصر. يعني حضرتك شايف أن مهاجمة قرار الفحم وراء أصحاب مصالح؟ أنا مش محتاج حضرتك أشوف، لأن دي قرار، دي حاجات فنية. بقول لسيادتك أن مفيش بديل طاقة، بدليل حضرتك شايفة اللي بنعانيه في الكهرباء. إذا كان ما عندناش غاز كفاية عشان الكهرباء كنا هنديه للأسمنت، ولو اديناه للأسمنت الناس مش هيقولولنا ان انتوا بتفضلوا الصناعات اللي بعدين ساعتها يبقى دول بقى مالتي ناشونال ودول اجانب ودول اللي بياخدوا الفلوس ودول اللي بيربحوا، يبقى ما فيش عدالة اجتماعية. الاسمنت مقطوع عن الصناعة، سوري الغاز، فما عنديش غاز. طب هما بيحرقوا ايه دلوقتي فن؟ بيحرقوا ايه؟ بيحرقوا مازوت. المازوت اكتر تلويثا للبيئة،
المازوت ممنوع حرقه في المناطق السكنية بحكم القانون. المازوت كل ما بتقل فلوسك كل ما بتجيب مازوت فيه محتوى من الكبريت أكتر. هل كان في حلول أخرى يمكن أن يتحملها صناع الأسمنت أو المتاجرين فيه، والبعض شايف إن هم بيحققوا أرباح بنسب كبيرة جداً في مقابل تكلفة هذه الصناعة وفي مقابل حتى دعم الطاقة اللي كانوا بيحصلوا عليه؟ هل كان في حلول أخرى ممكن يتحملوا جزء منها نيابة عن المجتمع؟ ما أنا بسأل حضرتك أهو دلوقتي، أنا بقول لحضرتك دلوقتي ما هو اللي قالوا لك بقى كان يقولوا لك الحل إيه؟ كويس، أنا بقول لحضرتك ليس هناك بديل، البديل هو أما الفحم أو قفل الصناعة. ممكن نقول نخلط بحاجات الالترناتيف فيول، وانا اقول الوقود البديل ولا اقول المخلفات بس، لان المخلفات عندنا بعض المشاكل فيها، المخلفات الصلبه والمخلفات الزراعيه عندنا بعض المشاكل فيها اللي يجب تعالج، وما عندناش سيستم موجود لجمع المخلفات وتصنيفها بالشكل المناسب، فعندنا مشاكل، لكن عندنا القدره ان نطور هذا القطاع لا شك. في الالترناتيف فيول اللي هو بنتكلم على المخلفات الصناعيه الخطره، الزيت العربيات اللي عاد استعماله ده ممكن كله درس بمعرفه الالمان قبل ما اجي الوزاره وتوصلوا لايه فندم كويس، والبتاع التقرير عندنا قد كده قال يو ضروري ستارت باي فح وجراديولي بالتدريج تدخل الوقود البديل وتوصل لماكسيمم 40%. هل معنى كده ان استخدام الفحم قرار مؤقت؟ مش قرار مؤقت، هو حجم الفحم اللي يستخدم هو اللي هيدرج ويبقى عليه اللي بنسميه كاب، اللي بنحط حاجز لا يتخطاه، لان الضرر اذا كان هناك ضرر يقدر بقدره، دي حاجه. يبقى انا هدفي ان انا اوصل ما هو خليط الطاقه في صناعه الاسمنت الذي يحقق لي اكتر من هدف. أول حاجة أقل أضرار، فائدة عالية اقتصاديا، وما أقدر وما استخدمش الغاز كويس، لأن ما فيش غاز. طيب المشكلة مش أنت عندك غاز، المشكلة إن مش عندك غاز ومش عايزة تدي الغاز، ده مش البديل. مسألة واضحة للجميع ان احنا مواردنا متناقصة من هذا الأمر كويس، لكن تقليل البديل يعني حضرتك هنا تمثل الجانب الذي عليه ان هو يحمي البيئة ويدافع عنها، حتى لو كان انك بتقف في مرات في فكرة تقليل البدائل، طب عليكم ان تتحملوا كذا من اجل حماية البيئة. هل هيكون ضمن هذه البدائل مثلا نقل مصانع الاسمنت خارج الكتل السكنية؟ هل هي موجودة فعلا داخل الكتل السكنية في الوقت الحالي ولا لا؟ شغالين على الضوابط دلوقتي وبنميز بين مجموعتين من الصناعات او مصانع بعيدة خالص عن الكتلة السكنية ومصانع زحفت اليها الكتلة السكنية كويس، وحنفرق بين الاثنين وعندنا مفاجآت وحنقولها. طب نعرف بعضها يا فندم لما نبقى في اتفاق في مرحلة المفاوضات. يجب المفاوضات ما تعلنش، مفاوضات مع المصانع ولا مع انا داخل في مفاوضات مع كل الوزارات وداخل مع كل المصانع. انا بتقابل مع مصنع لان الوضع مختلف. الناس يا جماعة العملية مش بالبساطة اللي ناس فاكرها. احنا عندنا 24 شركة أسمنت، لكن عندي 43 خط أسمنت. أنا عندي مصانع من سنة 56 شغالة بطريقة تكنولوجية متقدمة، وعندي مصانع حديثة شغالة بطرق متقدمة. ده حاجة ودي حاجة. عندي مصانع عندها مشاكل في الأتربة، اللي للعلم بس يعني اهم ملوث للهواء عندنا في مصر اللي هي الباي باس، الباي باس بس الباي باس بيؤدي الى تركز الجسيمات في الهواء. الجسيمات اللي هو التراب الناتج من عمليه الاسمنت، مش بس الجسيمات بتيجي حضرتك يا فندم من المصانع، من حرق الطاقه، من الطرق الغير معبده كويس اللي بنسميه ريسايكل داست. فمصر اذا كنا بنتكلم على تلوث الهواء، مشكلة الجسيمات العالقة في الهواء اللي هي التراب هي أهم مشكلة، سواء كان العشرة اللي هو 10 مايكروغرام أو 2.5 كويس. ده النوعين كل قياساتنا بتقول إن إحنا زيادة عن المعدلات القانونية
بنسب كبيرة ب 200% في العشرة. أنا بقى أنا بص أنا ما عنديش مشاكل إن أنا أقول المشكلة. يعني لا لازم نقول المشكلة عشان نعرف نواجهها. لا أجد غضاضة في إن أنا أكون صريح. كويس؟ لأن هذا هو الوضع ويجب إن الناس تعرف حجم المشكلة عشان تقدر الجهود إذا كانت أقل أو أكتر، وده حق الشعب علينا. فعندي مشكلة في العشرة وعندي مشكلة في الاثنين ونص. لما بتيجي تشوفيهم بالذات في المناطق الحضرية والصناعية بتعملي خليط من الحلول. ايه بقى الحلول اللي انتوا وصلتم ليها وازاي هتضغطوا على المصانع لانها توفق اوضحها وفق هذه الحلول؟ بص بقى، احنا اشتغلنا مع صناعات الاسمنت ووفرنا لهم تمويل ميسر ودعم فني علشان يتحولوا من فلاتر من نوع معين الى فلاتر اكثر تقدما، ودي كانت اول خطوه. عندنا مثلا حلوان، خلينا في حلوان وطرع عشان دول الناس يعني المناطق الصناعيه اللي في وسط الكتل السكنيه ومشهوره، وهيبقى نرجع لوادي القمر في اسكندريه. هكلمك على المصانع اللي هي الناس يعني قلقانه منها. قلقانه منها كويس. عندنا في طرع، عندنا السويس اللي هي طرع واحد وطرع اتنين، عندنا حلوان وعندنا القوميه، قفلنا طرع واحد كله. قفلتوا المصانع؟ قفلنا المصنع، بس الناس ما بنقولش. لكن هاخد لو حضرتك عايزه كاميرا، لان انا هزورهم الاسبوع الجاي. كل الحته دي تعالي حضرتك معي، او يعني ابعتي الكاميرا معي وهوريهم احنا قافلين كام خط. يعني بتقفلوا الخط ولا بتنقلوه لمكان تاني؟ لا بص بقى، مفيش نقل الخطوط. كويس؟ صناعه الاسمنت اللي تنقل. لان صناعه الاسمنت عشان تنقل تكاليف التركيب وبتاع اكتر من تكاليف الجديد. ثم الصناعه لما تيجي تعمل حاجه زي كده تبدا جديد بقى، تجيب التكنولوجيا الحديثه، تجيب التكنولوجيا الاحدث، هستخدم الحاجات القديمه دي. فقفلنا خطوط تمام 8 كويس، ورحنا على الخطوط الثانيه. الخطوط اللي احنا قفلناها هي الاقرب للمناطق السكنيه، ورحنا على الخطوط الثانيه اللي على الاوتوستراد، وغيرنا فلتر منهم، فلتر حديث جدا من احدث التكنولوجيات، والتاني بيتركب. رحنا رايحين للجزء الثاني اللي هو حلوان، ورحنا بنغير في الفلاتر اللي فيه. فاضل القوميه. القوميه متفقين معاهم على قفل تكنولوجيا قديمه بيستخدموها ونشتغل في جديد. هم اللي بيتحملوا التكلفه دي وتكلفه الفلاتر. انا بساعدهم. يعني ايه بساعدهم؟ مش انا اعمل لهم برنامج بقاله 15 سنه مع البنك الدولي كويس، ومع بنك التعمير الاوروبي، مع الوكاله الفرنسيه، دلوقتي بقاله 15 سنه شغال، يدل انه ناجح. لان كل ما نخلص فتره يطلبوا مننا الدول المنحه، احنا البرنامج ده ناجح عايزين نكمله. يعني هل ممكن ان احنا نقدر نقول كده ان في مدى زمني معين ممكن منطقه حلوان ترجع منطقه استشفاء كده، والناس اللي عايزه تستجم تروح زي ما كان زمان؟ ما اقدرش اوعد حضرتك ان استشفاء، بس على الاقل مش المرض. يعني بس اوعد حضرتك ان هننزل جامد بالاتربه. كويس؟ وبقول لحضرتك خوفنا على البيئه وخوفنا على الاقتصاد هو اللي بيخلينا نحاول نعمل التوازن الصعب. انا لا اقول ان هذا توازن سهل. كويس؟ ولكن احنا بنلعب على حاجه سهل قوي ان انا اقول لا. كويس؟ وسهل قوي ان انا اقول صعب قوي ان انا اقول بس بشروط، وادي شروطي، وابدا اراقب وابدا اتفاوض واوصل لكومبرومايز. وهذا ما نتاكد منه. كويس؟ فكره الشروط وفكره القواعد. هنتوقف مع حضرتك عند اكتر من ملف، اكيد من اصعب الملفات هو ملف نهر النيل. طبعا تلويث الميه طبعا. هنرجع له بعد هذه الوقفه مع أزهر العشاء. انتظر تحت امر. ما زلنا مع حضراتكم على الهواء مباشرة في هذه الحلقة من مصر في يوم، ومع ضيفنا سيد خالد فهمي وزير البيئة. قبل أن نغادر هذا الملف، وحضرتك دافعت بسبب قلة البدائل وتحدثت عن احتياطات واشتراطات والتزامات هتضعها على الشركات، بشكل بسيط ومبسط هل تستطيع أن تتعهد للمواطن المصري أن هذا القرار، قرار استخدام الفحم، لن يكون
على حساب صحته أو على حساب التلوث الموجود في واحدة من أكثر العواصم في العالم تلوثا، وإحنا كلنا بندفع ثمن ذلك. لا يعني في القاهرة اطمئنوا، يعني القاهرة واسكندرية بس عشان الباقي المعايير اللي احنا حاطينها واللي هنطبقها بعنف. ليه؟ لان هو هيدمن الفحم، والفحم يستورد، ربنا يستر، ورخصة الاستيراد سنوية، واذا لم يلتزم بالتقييم بالاداء البيئي اللي هنعمل له تقريرين من الحكومة وتقرير من الجامعات الاهلية. وده جديد ان الجامعات الاهليه تلتزم بالاشتراطات الخاصه بالسلامه ومحافظه على البيئه من اول حضرتك ما يجي لحد ما يتنقل لحد ما يتحرق. معنى كده ان وزاره البيئه اصبح ليها سلطه انها تتخذ مثل هذه القرارات، وهو الامر اللي ربما يخلينا نتفائل في ملفات تانية معقده وبقى لها سنين. بص يا فندم، القرار مجلس الوزراء بيقول لك ضوابط تشريعيه صارمه على كده، كل الكلام ده هيتنقل لضوابط تشريعيه. هل هتبقى قصر على الفحم بس ولا على المخلفات الاخرى كلها؟ احنا دلوقتي يا فندم الشابتر اللي بعمله دلوقتي الفحم، وبعمله الفحم في الاسمنت، ده شابتر. عندي بقى حضرتك ملفات اخرى زي نهر النيل اللي حضرتك عايز تتكلمي عليه، او المحميات او وات ايفر، او المخلفات الى اخره. القاء المخلفات بشكل غير امن، وحضرتك شايف معظم المصانع ما بتلتزمش بالشروط البيئيه. الضوابط التشريعيه كلها هتتغير، كويس؟ لان لما نيجي نتكلم على النيل هوضح لحضرتك دي اكتر احنا عايزين نعملها ازاي، ولكن احنا جادين ومبنهزرش، يعني صحيح ما بنهزرش، كويس. والقطاع العام هيبقى قبل القطاع الخاص لان ده تبع الحكومه، كويس. وبالتالي انا عارف، بص حضرتك انتوا لم تروا الجزء المتشدد فيه بيئيا، يعني احنا نتمنى ان نراه في مواجهه الحكومه مرات اذا كان في قرارات، يعني حس ان حضرتك ممثل او محامي البيئه في الحكومه. بس اقول لحضرتك حاجه، احنا كحكومه فريق واحد، في الحال لما ما يعجبنيش حاجه في الحكومه اللي عرفه وتعلمته ان انا استقيل. هل لو لم تكن مقتنع بنسبه كبيره بموضوع أن الفحم يمكن السيطرة على الجوانب السلبية منه، هل كنت ستقبل هذا المقعد وتستمر في الوزارة، ولا كنت ستقبله وتحارب هذا القرار؟ طب إيه رأي حضرتك أن أنا السيد رئيس الوزراء ما كلمنيش في الفحم لحد دلوقتي، السيد رئيس الجمهورية بيكلمني مرارا وبنتكلم على الملفات اللي حضرتك تكلمي عليها، عشان بس الناس بيقول لك انا وزير الفحم. لا يا فندم، مش كده خالص. لكن رجوعا لسؤال حضرتك، ايوه طبعا انا ححامي بدليل الايام اللي فاتت وهتشوفوها ان شاء الله كمان يوم، وهو ان احنا عملنا جزء كبير جدا في الرينيوبل انرجي، في الطاقات الجديده المتجدده. وكان هناك يعني ديبيت، يعني نقاش عادي. هتشوفوا بكره مجلس الوزراء هيوافق على ايه. طب حضرتك ادينا فكره كويس. ادينا خبر. ما هو الجرايد بتتكلم حضرتك، ما احنا امبارح اتقابلنا اللجنه الاقتصاديه، اتقابلنا من اسبوع سيد وزير الكهرباء كويس شغال في الحكايه دي. احنا سوف ندفع بالطاقه الجديده المتجدده، والتغيير اللي هيتقال وان شاء الله يتوافق عليه بكره تغيير جذري. الدور المسؤول عنه في سياسات الطاقة في مصر، الدور المسؤول عنه هنا وزارة البيئة، واللي هي بتتكفل بيه فيما يتعلق بالطاقة المتجددة واستخداماتها. الطاقة الجديدة والمتجددة على رأس أولوياتنا. لأن أنا بقول لحضرتك احنا عايزين نعرف خليط الطاقة في مصر إيه يا جماعة، قد إيه طاقة جديدة ومتجددة، قد إيه بترول، قد إيه غاز، قد إيه نووي، قد إيه كتلة حيوية، ثم قد إيه فحم. بمناسبة النووي، هل وزارة البيئة طرف ويأخذ رأيها في الاعتبار وتتابع الأبحاث اللي بتتم على الاستخدام النووي حوالين جدل محطة الضبعة؟ وإيه تحفظاتكم إن كان لكم تحفظات حوالين هذا الموضوع، وإيه الاشتراطات اللي تخلينا نطمئن إن ما تتكررش مثلا مأساة تشيرنوبيل اللي حصلت في التسعينات في الاتحاد السوفيتي؟ بس حضرتك إحنا بنتعاون مع هيئة الطاقة النووية في المجال، لأن هم لديهم الخبرة، مش وزارة البيئة. وزارة البيئة ما عندهاش الخبراء المختصين في المحطات النووية، في الأمان النووي.
فاحنا مع الامان النووي بنشتغل مع بعض في هذا الملف. هناك شركه بتعمل الدراسات، من ضمن هذه الدراسات دراسه تقييم الاثر البيئي، وهي دراسه اساسيه. احنا اللي هنبقى منوط بينا ان احنا نراجع مثل هذه الدراسه ونحط مع الامان النووي نظام المراقبه على هذه المحطات. فلا شك ان احنا لينا دور كبير في الحكايه دي. الطاقة النووية زي ما حضرتك عارفة هي الطاقة الجديدة، احنا دايما نقول الجديدة والمتجددة، الطاقة النووية هي الطاقة الجديدة اللي يطلق عليها، وفي معدلات أمان عالية جدا دلوقتي موجودة. ولكن قبل ما نتكلم، وعشان كده بقول لحضرتك أنا بتكلم دلوقتي في الفحم في الأسمنت بس، ولا ومتفق مع الحكومة ما نفتحش ملفات حاجة تانية قبل ما وزارة الكهرباء تجيب لنا استراتيجيات أو خليط الطاقة في مصر دلوقتي، وكمان 10 وكمان 15 شكله ايه، ونناقشه جميعا، ثم يصبح هذا هو الوثيقه اللي كلنا بنشتغل عليها، وبالتالي نقدر نحدد الطاقه هتيجي منين، وايه محاذير كل واحده، وايه فوائد كل واحده. مفيش حل 100% مثالي. اللي بيقول لحضرتك ان الطاقه الشمسيه ملهاش اثر على البيئه ده مش صح. كمان الطاقه الشمسيه ليها اثر سيء على البيئه. الخلايا مصنوعه من ايه؟ من ايه؟ مواد فيها مواد سامة. يعني كده المواطنين اللي بيفكروا يحطوا خلايا شمسية على بيوتهم؟ لا، ما قلتش ان المواطنين كده. بعد ما كيف نتخلص منها؟ هي زي لو تم التخلص فيها بشكل وحش، لكن ادام موجوده بتشتغل مفيش مشاكل. تمام. لكن انا ببص لللايف سايكل، ببص لعمر. احنا لو خدنا المنطق ده يبقى البلاستيك ضرور. ماده سامه وماده ضاره بالبيئه، لانها ماده برضو هي صعب التخلص منها زي مواد كتير. يعني هو طبعا دلوقتي في تكنولوجيات تخلي الاسمنت نحوله لطاقه، البلاستيك نحوله لطاقه بسهوله. كويس. ولكن في مواد اخرى في حياتنا اليوميه زي الكلور. الكلور في محطات الميه اللي جنب بيت حضرتك. بلاش حضرتك، حد انا كلنا محطه فيها كده. طب ما هذا غاز سام شديد السميه. جميل. انا شكلها عامل معايا في احتياطات وفي تكنولوجيا. جميل. عايزه اسال حضرتك، امتى يبقى في مصر زي ما بيوجد في دول اخرى بنشوف فيها مش وزارات بيئه بس، لكن مجتمع مدني واحزاب خضر ممكن تقف في وجه الدوله في مشروع كبير، حتى مهما كانت جدوال اقتصاديه اذا كانت اثاره البيئيه مدمره او صعبه او تعصف بالمكان؟ هل بالفعل وزاره البيئه بتستشار في ده؟ يعني جرت العاده ان وزاره البيئه هي الوزاره التي تطارد الوزارات الاخرى. والله يا محافظه هنا في زباله ما تشيلوهاش ليه؟ ده ايه القدره اللي انتم تمتلكوها في التاثير في قرارات الحكومه في موضوعات مهمه؟ هقول لحضرتك، هديكي مثل كويس جدا. منخفض القطاره كان هناك افكار ان احنا نفتح البحر ونوصل على منخفض القطاره ونولد طاقه ونخلص من مشكله التغيرات المناخيه وارتفاع سطح البحر. ها، رفضت وزاره البيئه. ليه؟ الحل، لان ده ممكن يرفع المياه الجوفيه، وبيبقى في طبعا اثر على الحيوانات والكائنات، ودي فيها حفريات قديمه. اوكي، كل ده كويس، لكن الاخطر هو ان المياه الجوفيه ممكن ترتفع ويكون هناك رشح من الغرب الى الشرق، لكن العكس دلوقتي هو من الشرق من النيل الى، فده هياثر على الووتر تيبل بتاع المنطقه. واتخذ براي وزاره البيئه وما اتعملش. بحيرة المنزلة نظام بيئي، الهدف الأساسي منه عشان هو براكش ووتر، عشان هو مية لا هي ملحة، هي بسميها عسرة، لا هي ملحة ولا هي عذبة، بس بتمنع مية البحر من إنها تتخلل من تحت في التربة وتبوظ لي وتطبل لي التربة وتقضي على الدلتا. يا سبحان الله، توازن بيئي طبيعي. ربنا اللي عاملها. لما تصرفي حضرتك في كمية جامدة من المصارف، بحر البقر على سبل، على يعني 6 مصارف، المصارف الصرف الصحي، المصارف بقى اللي جايه حضرتك من تحت من قبلي وشايله بقى كل المشاكل اللي عند حضرتك، وتيجي تصب في بحيره المنزله، الميه تبقى تصبح اكثر عذوبه. يبقى في خطر على الدلتا. طبعا في ناس بيقول لك هم بيعملوا كده عشان السمك. السمك هناك 4% من انتاج مصر. كويس. مش هي دي المهم. السمك مهم، لكن مش هي دي. لكن الحفاظ على النظام ده
وانتوا عملتوا ايه عشان تحافظوا على النظام ده؟ طوالي حضرتك اول ما جينا وتكلفنا بنهر النيل والمنزله مش بالفحم زي ما الناس فاكره. عملتوا ايه بقى لنهر النيل والمنزله؟ وهل احنا بنتكلم عن معدلات صرف يعني حتى ميه النيل اللي هي احنا بنعاني اصلا من خطر ان احنا نبقى على حافه الفقر المائي لا نحسن استخدامها وفي ناس ليس لديها ضمير بتصرف فيها مواد خطره؟ نهر النيل التكليف كان للوزير البيئه والوزاره البيئه وبقيه الحكومه بانه اولويه اولى ولن نسمح بالصرف ويجب ان نعالج المشاكل. قعدنا مجموعه من وزير الري، وزير البيئه، وزير الاسكان، واتفقنا على خطه. وزير الري هيعمل اللي هي الحاجات الخاصه بتنظيم ايراد النهر وبالتعديات على النهر. وفي فيديو كده هنوريه لكم قريب، انا اتفقت النهارده مع وزير الري ان في حملات خلصنا 60% من التعديات على نهر النيل. التعديات اللي هي البنى على ارض البنى النهر والارض النهر وعلى طرح النهر والمراسي والشيش والقهاوي، ويعني العمليه ما شاء الله. في 7 أبراج مبنيين وبرج منهم. احنا بقى عندنا فيديو عايزين نديه لحضرتك، احنا صورناه لناس بتلقي المخلفات في ارض النيل. اجيب لك انا واحد تاني كويس، اجيب لك، اصل دي اسهل حاجه انها تتصور. احنا عايزينها تتمنع. لا ما انا اقول لحضرتك الحاجات دي بالذات عايزه سلوكيات. احنا بنتكلم هنا في حاجات كتير عايزه سلوكيات. جميل، ازاي بقى هتجبروا المواطن؟ عايزه تستثمري. ليه تملي قاعدين نتكلم على الجبر وليه ما بنتكلمش على الاستثمار في البشر علشان يقدروا يعوا المشكله، عشان هم نفسهم يقدروا يظبطوا اي واحد تاني بيعمل كده. الاوروبيين بيعملوا كده والناس في العالم كلها كده، مفيش بوليس ورا كل واحد. انت حضرتك امشي في اي شارع بره وارمي حاجه في الزباله، مش البوليس اللي هيكلمك. الرقابه المجتمعيه هي اللي هتكلمك. بالظبط. يا جماعه احنا لم نستثمر في البشر، وبعدين زعلانين احنا وصلنا فين؟ انت ما استثمرتش في البصر. ارجع تاني لدور وزاره البيئه فيما يتعلق بنهر النيل وبحيره الزيت. خليني بقى اقول لك الحته الجميله دي. أوكي. برج جزء منه في ارض متعدى عليها وجزء منه في ارض صحيحه. نعمل ايه؟ سيد وزير الري صمم على نشر المبنى. لكن مبنى برج سكني؟ برج سكني. على نشر المبنى. واتنشر دور دور. ووقع الدور الغلط وخلى الصح والتانيين يعملوا عليه. بقيت الابراج اللي موجود قالوا لا 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 لا، ده ما انتوا بتعملوا كده احنا هنلتزم لوحدنا، احنا بقى اللي هنعمل الحكايه دي. احنا كنا النهارده مع السيد وزير الري كنا بنتكلم في الحكايه دي وطلبنا منه ان هو ينشر هذا. احنا لازم نروح الفيديو نصور البرج ده. وانا بنصح حضرتك كلمي السيد مكتب السيد وزير الري وشوفي هذا الفيلم، عشان بس انا بقول لحضرتك دي مش وزاره بيئه، ده حكومه بتشتغل مع بعض لتوجه. بحيره المنزله ازاي منعت الصرف فيها؟ وانا اللي فهمت ان ده صرف الاراضي الزراعيه وهو اللي بيحول ميه. لا معها. عندنا بحيره المنزله بيصب فيها اكبر كميه صرف هي صرف زراعي. كويس. الصرف الصحي بياتي في المرتبه الثانيه، بس بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على 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 80% صرف زراعي، وبعدين بعد كده الصرف الصحي، ثم في الاخر الصرف الصناعي 1%. الصرف الصناعي مش حجما مش هو الاكثر، مش هو الاكثر. تحليلات نوعيه الميه بتدل ان في بعض المعادن السامه او الثقيله اللي ممكن تكون يا من المبيدات يا من الصرف الصناعي. بس خدنا احنا الكلام ده عملنا مسح لكل المصانع اللي موجوده في بورسعيد في الدقهليه وفي الدمياط وفي الشرقيه، هم دول اقرب مصانع لي. وبورسعيد عندنا محطتين صرف مشروعات لسه ما كملتش، لسه ما اتحطتش، يعني لسه ما لسه يعني طرحت ولم ما ترستش على حد معين. فاحنا شغالين مع هيئه الاستثمار وشغالين مع المستثمرين عشان احنا ندفع بان يتعمل محطتين صرف صناعي يعالجوا الصرف الصناعي قبل ما يصرف في البحيره، يا على المصرف او على البحيره. وبالنسبه للصرف الزراعي كويس، الصرف الزراعي احنا دي بوزاره الزراعه شغاله مع المزارعين، لان الصرف الزراعي عايز ان احنا نرشد في استخدام المبيدات. واستخدام المبيدات مرتبط بتركيب محصولي معين، مرتبط بسلوكيات للفلاح، مرتبط باسعار المبيدات. فوزاره الزراعه شغاله مع المزارعين على المبيدات.
لكن انا عايز اخف في الحاجه اللي اقدر اعملها، فمركز على الصناعه، والسيد وزير الاسكان مركز على الصحي. يعني وزاره البيئه في الغالب هي اللي بتدفع ثمن، هي وزاره الصحه الحقيقه معظم ما يدور في البيئه من تلوث في صوره امراض بيرجع لينا بعد كده في صوره امراض بيضغط على ميزانيه الدوله، اننا بدل ما نمنع المرض اننا بنضطر ان احنا نعالج المزيد من الناس اللي بينضموا اليه. هل نامل ان يكون في حزمه التشريعات اللي حضرتك بتتكلم عنها يكون لكم نوع من الرقابه السابقه سواء على منشات صناعيه او زراعيه او على طرق، ده يكون لكم سلطه ما تخولكم ان انتوا تقفوا في وجه الوزارات المختلفه، لا والله هذا المشروع لن ينفع، مش هينفع، لا والله انتم عليكم ان تحلوا هذه المشكله لانها تلوث البيئه؟ احنا عندنا دلوقتي الدعم السياسي على اعلى مستوى، اللي ما اللي يخالف وتتفق معاه على خطه توفيق اوضاعه وما يتفقش اقفله. بص حضرتك ده الدعم السياسي اللي انا عايزه. انا اؤمن بالتشريع واؤمن بالحوافز، وان يجب يكون خليط في السياسه ما بين الاثنين زي ما كل العالم بيعمل. اؤمن زي ما حضرتك قلتي بالرقابه السابقه اللي هي من خلال دراسات التقييم الأثر البيئي، وللأسف للأسف إن كثير من المستثمرين ما بيكلفش خاطره إنه يخش على الويب سايت ويعرف اللي مطلوب منه إيه، لأنه مش مضطر. كويس؟ لأنه مش مضطر. لا هو مش مضطر، هو بيضطر حضرتك وبيجي يجيب حاجات ناقصة ونخش بقى في لا استكمل بيانات والكلام ده. إحنا هنواجه المشكلة دي من خلال قانون الاستثمار الموحد. قانون الاستثمار الموحد هيضع الضوابط البيئيه في اعتبارها، هيضع كل الضوابط الخاصه بالموافقات للمستثمر، ومن بينها الاعتبارات ومن بينها دي ومن بينها ان هي الهيئه الاستثمار اللي هتتابع الكلام ده معانا. الحقيقه يعني على ذكر موضوع التعديات على النيل، يمكن احد زملائنا بيقدم لحضرتك بلاغ او بيبلغ حضرتك ان دلوقتي واحنا بنتكلم وحضرتك بتتكلم عن محاربه التعديات، هو رصد وهو جاي على حدائق حلوان في الكورنيش عملية تعدي على مياه النيل وردم لمياه النيل في هذه المنطقة. يعني هنعمل التواصل ده وهنعرف المكان فين بالظبط. هنكلم وزير الري يتصرف بسرعة. طيب بنتنين النقطة الثانية، وهي النقط الفكرة الهدر الذي لبعض الموارد كما يراه البعض والذي يتحول إلى عبء على البيئة، والمثال الأبرز لذلك المثال المزمن هو حرق قش الرز الذي يتحول او يعود ترجمته الى سحابه سودة تثقل علينا، واحنا بنتكلم في الموسم دلوقتي بتاع حرق الرز. طيب. بعد شهر تقريبا حرق الرز ظاهره بقى لها 15 سنه. طب قبل كده ما كانتش موجوده ليه؟ ما كناش بناكل رز ولا بنزرع رز؟ كنا بنزرع رز. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل بكل بساطه ان كان هناك من يشتري الرز، شركه راكتا للورق، فكان سوق، فكان الفلاح بيوردها لحد عنده لحد باب الشركه ويتحاسب. شركه راكتا كانت بتستخدم تكنولوجيا معينه، التكنولوجيا معينه دي كانت مدمره للبيئه في بحيره في خليج الماكس لان بتستخدم الزئبق، فضغطنا عليها بيئيا فغيرت التكنولوجيا، خلص تكنولوجيا جديده لا تستخدم الرز. اصبح عندي فائض من قش الرز اللي جزء منه بياخده المزارع كعلف، وبعد كده بيضطر يحرقه علشان ياخد حشه في الارض الزراعيه بتاعته، فعايز يخلص منه بسرعه. مع تقديم النوعات الجديده من قش الرز اللي هي مهجنه، اللي هي مع الرز الاسيوي مع الرز المصري، اصبحت الغله اكتر بس اصبحت السقان اطول غير القش الرز المصري، فبقى عندي كميه اكتر. اسعار الرز وتوريد الرز في مصلحة الفلاح، فبيزرع رز أكتر بالمخالفة للمقننات المائية والحاجات المنزرعة. والرز من أكتر المحاصيل اللي بتستهلك مية. بتستهلك مية. كويس. مصر ضروري تزرع رز، وضروري تزرع رز في الجزء الملاصق للدلتا مع البحر المتوسط، لأن الرز يمنع المية المالحة من الدخول إلى الدلتا. فمن شكل بيئي للحفاظ على النحر ضد النحر يجب تزرع رز. بس واحد واثنين
من 10 مليون فدان اللي بيزرع محصول رئيسي بيعتمد عليه المواطن المصري بالإضافة في كده. في طبعا ناس يقول لك طيب ما انا نزرعش الرز ونستورده من بره لان تكلفه الميه. لا يا جماعه، مش بس اقتصاد ولكن هو بيادي مثلا من الحاجات اللي احنا بنقف ضد الاقتصاد فيه. بس كويس لان في هدف بيئي هام. طيب هنعمل ايه؟ اللي كان بيتعمل لحد دلوقتي ان احنا بنتعاقد مع شركات تلم الـ 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 الرز وتكبسه وتاخده فري اوف تشارج، تتصرف فيه بيئيا، تدي بقى لصناعة الاسمنت، تدي لتعمل منه علف. بس يعني هي الشركات حضرتك بتعاقد معاها كوزارة البيئة الحكومة هي بتتعاقد معاها وشركات كبيرة، ووصل دلوقتي لسعر الطن عشان يلموه 100 جنيه. يعني احنا دلوقتي قدامنا قد ايه عشان نتخلص تماما من قصه السحابه السوداء؟ قدامنا حضرتك اولا السحابه السوداء يعني ضروري برضو نبص في هواء القاهره، ولكن سيبك من كل الكلام ده. احنا خطتنا دلوقتي هنمشي السنه دي على الخطه اللي موجوده قبل كده لان التعاقدات موجوده وانا لسه ماسك في يوليو كويس، على التعاقدات اللي موجوده مع الشركات دي وعلى برنامج تاني لتحويل القش الرز الى علف. وده بنعمله مع المزارع وناجح جدا. بس هنمشي في حاجة وهنبدأ هذه التجربة الأسبوع اللي جاي من خلال جمعيات أهلية. هنعمل محطات صغيرة لتجميع مش قش رز بس، المخلفات الزراعية طوال السنة وتحويلها أولا كبسها ثم نشتريها منهم صناعة الأسمنت علشان نعمل المخلفات اللي هتخش فيه اللي هتبقى جزء من الوقود. هيبقى عندي طلب لما اعمل الضوابط وادخل فيها، هيبقى عندي طلب من الاسمنت عايزها. ومع البتروكيميكلز صناعات البتروكيماويات عشان تحويله لبايو فيول. قبل ما نختم وحضرتك لك تجربه في قصه المحميات، ويمكن المحميات موضوع يستحق التوقف عنده وقفه مطوله لكن ما يسمح بالوقت قليل. يمكن كان في حتى صور نشرت قريبا لبعض المحميات في اماكن في القاهره زي الغابه الحجريه وغيرها وحالتها مزريه. أيوة. وبتحولت الى اوكار حتى لممارسه الجرائم في بعض المرات بدل ما تكون مزار ومكان للحفاظ على البيئه وتقديم مثال ليها. هو حضرتك احنا ضروري نغير استراتيجيتنا للاداره دي. احنا كنا شغالين على إدارة اعلن المحمية، المحمية لا مساس، ثم نتكلم بعد كده على الإدارة. كان ليها فوائد وليها سلبيات. السلبيات ابتدت تبان دلوقتي بالذات بعد الثورة لأن في خلل أمني، فكل واحد بيستحل مال الحكومة. كويس، مال الشعب، عبء على سوري أنا يعني طبعا مال الدولة شعبا وحكومة. اللي احنا بنعمله حاليا دلوقتي ان احنا بنركز وبنقسم المحمية الى مناطق، مناطق حماية مطلقة ومناطق يسمح لها بإدارة بيئية ومناطق يسمح لها بأنشطة اقتصادية. على اي اساس؟ على اساس الحساسية البيئية. كويس، لان تملي لما جم يعلنوا المحميات، اديك مثلا محمية وادي الحيتان اعلنت من اليونسكو كانت كيلو، اول قرار اعلان بعد كده مصر كان 50 كيلو، ثم عدلناها وصلت 300 كيلو من المربع. وادي الحيتان دي في مصر؟ اه موجوده فندم، في اي وقت حضرتك البرنامج نوريكم حاجه اليونسكو بيتكلم عليها، وشوف المتحف اللي احنا عاملينه هناك، عاملين الشباب عاملين جهد ممتاز هناك وطاقه شمسيه وكله، مفيش فحم هناك. يا ريت ارجوك يعني بلاش فحم في المحميات. مش معقول يعني. فاللي احنا بذنب الحيتان اللي احنا بنعمله ايه؟ احنا عايزين نشيل العبء على موازنه الدوله، وعايزين السكان المحليين يكونوا معانا، وعايزين نعمل فرص جديده للشباب. فهنخلق مصالح على الارض اللي ممكن اعمل فيها انشطه اقتصاديه، اللي هي بتبقى تملي محوطة الجزء الحساس. لما اعمل مصالح يوم ما حدش هيقدر يجي لي الجزء الحساس الا ما يعدي على بتوع المصالح دول، مش هيعرف يجي. فانا حميت من خلال ان انا عملت بفر زون. البفر زون او منطقه حمايه، البفر زون ده هيتعمل فيه انشطه اقتصاديه. ايه بقى؟ نزل سياحه بيئيه، سفاري، زراعات من حاجات بيئيه، الاعشاب والاعشاب البريئه اللي موجوده في الحته دي. الحقيقه انا بقى بنتهز الفرصه وبنقل لحضرتك صوت ناس احنا شفناهم وحابين يرفعوا صوتهم
في منطقة حلايب وشلاتين أو على تخومها قليلا محمية وادي الجمال. وادي الجمال المنطقة الموجودة هناك، وهي يعني كان مكان رائع الحقيقة، كان مفاجأة بالنسبة لنا وجود هذا الجمال في المكان ده. وادي الجمال أنا اشتغلت فيها 7 سنين، والناس بتتمنى أن يكون عندها القدرة أنها تعمل صناعات سياحية بسيطة، يكون عندها قارب تقدر تتمشى بيه وتنزل السياح، منطقة بكر وجميلة. فهل ده هيكون في الخطة؟ الكلام ده يا فندم درس بالتفصيل، والناس اللي قاعدين في المحميه بالذات اللي في حماطه عارفيني شخصيا، لان انا اشتغلت معهم 7 سنين كويس، وعندنا نماذج ولم تؤخذ بها الحكومه. انا ده الكلام ده في سنه 2010 كويس. لا ما هو اصل الحكومه وزاره السياحه في تفاهم تام بينهم. النهارده كنا لسه مع بعض هنعلن عن حاجات استثماريه، السكان المحليين هم اللي ليهم الاولويه مع ضوابط بيئية طبعا، عشان ما فيش حد طبعا فن من ضوابط البيئية موجودة، هو هيحافظ على البيئة أكتر لأن هي دي رأس مال الطبيعي بتاعه. جميل، ده ما سمح بيه وقتنا. مؤكد أن في قضايا كتيرة جدا تخص البيئة، كل المكان اللي احنا عايشين فيه بكل مشاكله وبكل ما يمكن أن يثيره من قضايا. وبنشكر حضرتك على وقتك. شكرا جزيلا سيد خالد فهمي وزير البيئة، شكرا جزيلا لحضرتك على وقتك وعلى سعة صدرك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، غدا يوم آخر في مصر إن شاء الله يكون يوم أفضل حتى نلتقيكم فيه. هذه تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا منى سلمان، إلى اللقاء.